السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دائما، واليوم نرحب بضيف الكريم الشيخ مقدر، وهو في المحيط في مسجد حفظ الحجود، لكي يحاضر اليوم حول موضوع أسباب التبادي على دين الله عز وجل. فباسمكم وباسمنا نرحب به لإلقاء هذه المحاضرة، وليتفضل مشكورا وحالات أهلا وأهلا وسهلا وبركة الله. وأيضا بسائر الإخوة الذين يسعون في ذلك
فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكما يعلم الجميع فعنوان هذه المحاضرة أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، أسباب الثبات على دين الله جل وعلا. والعنوان واضح وظاهر وجلي، فالمراد منه في الجملة أن نبين الأسباب، والأسباب جمع سبب، والمراد به الموصل إلى الشيء، فكل ما أوصل إلى غيره كان سببا، فيسمى الطريق سببا لأنه يوصل إلى المقصود. فالمراد من الأسباب ما يوصل، فيشمل ذلك الوسائل والوساطة المعينة على الثبات، ثبات من الثبوت بمعنى اللزوم وشدة التمسك بالشيء وشدة لزوم الشيء والتشبث به كائضا والعرض عليه بالنواجذ. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح من حديث عمار بن سارية رضي الله تعالى عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بما جاء به قال: عرضوا عليها بالنواجذ، أي تشبثوا وتمسكوا وتثبتوا بها. فمن الثبات أيضا على الشيء العرض عليه بالنواجذ، والمراد أن يكون هذا الثبات على الدين وهو دين الإسلام، والمراد بالدين الإسلام. قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين امتن الله جل وعلا به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأصل الإسلام مأخوذ من الاستسلام، وهو بمعنى الخضوع والانقياد والتذلل. فدين الإسلام هو الانقياد والخضوع والتذلل والتعبد لله جل وعلا بما شرعه وبما بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعليه فهو بهذا المعنى أي الدين، وبهذا المعنى يشمل كل النواحي مما يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل، ويشمل أيضا ما كان على سبيل الحتم واللزوم والوجوب وما كان لا على سبيل الحتم واللزوم. وبعد هذا التقديم يتبين لنا أن المراد من هذه المحاضرة أن نبين الوسائل والوسائط التي تعيننا وترشدنا وتقومنا على أن نتمسك وأن نلتزم بهذا الدين، دين الله جل وعلا، أصلا وفرعا، عقيدة وقولا وعملا. وبعد هذا البيان لا شك يتضح لنا أن هذا الموضوع يستدعي الكلام فيه وقتا طويلا وزمنا معتبرا، خاصة إذا ما أردنا التفصيل في أحكامه والكلام على بعض الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغير ذلك. ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولعلنا نقتصر في محاضرتنا هذه بإذن الله جل وعلا في الكلام على خطوط أليظة للموضوع، فنذكر في الجملة الأسباب العامة والمجملة في هذا الباب. والله تبارك وتعالى نسأل أن يشرح الصدر وأن ييسر الأمر وأن يفتح على عبده في القول حتى يفقه القول
إنه هو السميع الجواد وهو المعطي الوهاب تبارك وتعالى. أسباب الثبات على دين الله جل وعلا كثيرة، ويمكن الإشارة إلى جملة منها. أولها توحيد الله جل وعلا وتحقيق هذا الأصل الأصيل، وإن كان هذا الأمر يغفل عنه الكثير من الناس، فالتوحيد هو أصل الأصول، والتوحيد هو أس كل أساس، فمن بنى أساسه على أصل متين استقام وقام، وأما من بناه على أصل هش ومضطرب فلا يلبث أن ينهدم ولا يستقيم كما ينبغي. كما قال ربنا جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن كان بنيانه على أس وأساس وأصل متين إن قام وقام، وإن أصابه شيء من التصدع فإنه له الفرصة والقدرة على أن يقيمه، أما إذا كان الأصل ضعيفا غير متين مضطرب هش فإنه لا يلبث أن يسقط من أصله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء من غير عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يتابع ابن القيم رحمه الله كلامه فيقول: فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وصحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأوامره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الارتياد وله أي لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتني البناء ما شاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو واضح وبين في أن التوحيد من أعظم الأسباب التي تثبت العبد على دين الله سبحانه وتعالى. فإن قلت كيف، فالجواب اعلم رحمني الله وإياك أن التوحيد على ثلاثة أقسام كما هو معلوم ومعروف: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية جاء ذكره في كلام الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية، والمراد منه
إفراد الله جل وعلا بأعماله، فما اختص به تبارك وتعالى من الأعمال وجب أن يفرد بها، ويعرف أيضا بأنه إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، ولا ثمة من يدبر أمور العباد إلا الله تبارك وتعالى. فمن تعرف على الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والتصريف والنفع والضر والرفع والخفض والعزة والذلة والمنع والعطاء والسخاء والكرم والجود إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي تفرد بها تبارك وتعالى، فإن ذلك من أقوى ما يجعل العبد يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكلما تعلق العبد بربه جل وعلا كلما ازداد ثباتا على دينه وتمسكا بصراطه المستقيم سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من انواع التوحيد هو توحيد الالوهيه، وهو زبده دعوه الرسل واصل دعوه الرسل، وما من رسول الا وارسل لبيانه ودعوه اليه، وهو افراد الله جل وعلا بالعباده او افراد الله سبحانه وتعالى بافعالنا كما عرفه بعض العلماء. واذا كان العبد يعترف ويقر بان الله جل وعلا متفرد بالخلق والملك والتدبير، فلا يصح له ولا يجوز له بحال من الاحوال ان يصرف العباده لغير الله جل وعلا، بل الواجب ان يصرف العباده لله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله جل وعلا بربوبيته كان من الواجب عليه ان يفرده بالعباده والوهيته، وان يلزم ويلتزم بها، وعند ذلك يكون هذا من اقوى الامور على الثبات عليها. ولهذا نجد ان ربنا جل وعلا في كتابه قد ذكر في كثير من المواضع وقرر توحيد الربوبيه الذي يكفر به كفار قريش، وبعد إقرارهم به يلزمهم بتوحيد الألوهية، لأن الذي يقر بالربوبية يلزمه أن يقر لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالعبادة أيضا وأن يفرده. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أنتم تقرون أن الله هو الخالق الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وتقرون ان الله جل وعلا هو الذي رفع السماء بغير عمل دربه، وهو الذي فرش لكم الارض وجعلها فراشا، وهو الذي انزل من السماء ماء، وهو الذي اخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكيف تجعلون معه ردا ومساوي وتجعلون غيره معه تصرفون له العباده؟ هذا لا يصح ولا يعقل. فالواجب ان تصرف هذه العباده لله سبحانه وتعالى. واذا عرفت ان الله جل وعلا هو الذي يجب ان يفرد بالعباده كان ذلك من اقوى الامور التي تدفع بالعبد ليثبت عليها. ولهذا قال جل وعلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. قد يقول قائل: نحن نعبد الله فكيف يأمرنا بالعبادة؟ أي إلزموا هذه العبادة وتشبثوا بها واثبتوا عليها. فتوحيدك لله جل وعلا ومعرفتك بأنه المتفرد بالألوهية من الأسباب العظيمة المقومية على الثبات
على دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: ثم يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله فتخرجونه بالعبادة وتتركون غيكم وضلالكم وكفركم. قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، إلى آخر الآيات التي فيها بيان ربوبية الله جل وعلا، وأن من اعترف بذلك لزمه أن يقر لله جل وعلا بالعبادة وأن يفرده بالإيمان. وهذا النوع من التوحيد لا شك أيضا أنه عظيم ومن الأسباب التي تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وحاصله هو إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفى الله جل وعلا عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإثبات من غير تمثيل ولا تكييف، وهذا النفي من غير تعطيل ولا تحريف، مع أنه يقطع العمل عن البحر عن كل صفات الله جل وعلا، لأن ذلك مما تفرد الله جل وعلا بالعلم به واستأثر به في علم الغيب عنده. فهذا النوع من التوحيد عظيم عند الله جل وعلا، فكلما كان العبد بالله أعرف كلما كان له أخوف. ولهذا بمجموع هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد كلما اجتهد العبد في تحقيقها كلما كان أطوع لله جل وعلا وأخشى لله جل وعلا، وكان له أكثر في العبودية، وكان ذلك له أعون على الثبات على دينه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم إنما يأمرهم بما يطيقون من الأعمال، إلا أنهم كما جاء في بعض الروايات سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذكرت لهم تقالوها عدوها قليلا، ثم طلبوا له العذر عليه الصلاة والسلام، فقالوا: عبد نبي ورسول ولله شكور، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ أما نحن فلا بد أن نكثر من الأعمال لنثبت على الدين ولننجو يوم القيامة، فلا بد من الإكثار من الأمل. قال: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فلا بد من أن نكثر من الأمل للتثبت بهذا الدين. فكان يغضب عليه الصلاة والسلام ويقول: إن أعلمكم وأتقاكم بالله أنا. وفي بعض الروايات: ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم بالله. وفي بعض الروايات: أعرفكم بالله. فكانت خشيته لله جل وعلا مبنية على أنه صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. فإذا قويت معرفة العبد بربه جل وعلا فإنه ماذا يكون ذلك من أعظم الأسباب المعينة
على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمؤمن، ينبغي للمسلم، ينبغي لنا أن نقوي عقيدتنا بالله جل وعلا، وأن نقوي توحيدنا بالله جل وعلا، وأن نقوي الرابط بيننا وبين ربنا، وأن نسعى حديثا في تقوية هذه الضوابط، في أن يكون لتوحيد الله جل وعلا في قلوبنا وفي أفئدتنا وفي علمنا وفي نظرنا من المنزل التي أعطاه الله جل وعلا إياه. فالتوحيد أصل كل شيء، وكلما كان العبد على يقين بربه وعلى معرفة قوية بالله جل وعلا كان ذلك من أعظم الأسباب في الثبات على دينه سبحانه وتعالى. ومن هذا القسم الثالث الذي ذكرته هو الأسماء والصفات. فالذي يحصي أسماء الله جل وعلا ويتعرف عليها ويحفظها ويقرأها، فيقرأ كل القرآن ويمر عليها ويفهم معانيها ويتعبد الله جل وعلا بها بدعائه سبحانه بها، ويعرف معانيها ومدلولاتها، ويسعى في تحقيق مقتضياتها، فذلك من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على دين الله جل وعلا. إذا هم بالسيئة عرف أن الله جل وعلا رقيب، وأنه السميع، وأنه البصير، فيزجره ذلك عن فعل هذه المعصية. إذا غالبته النفس وغالبه الشيطان تواقع المعصية، وعرف أن ثمة رب غفور رحيم رؤوف غفار غافر الذنب وقابل التوب التواب الشاكر الشكور المعطي الوهاب، فإن هذا يحدث له الطمع في رحمة الله جل وعلا، فيسعى جاهدا في أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويعود إليه سبحانه وتعالى. إذا كان في معاملة ما وهم بالظلم، وعلم أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وأنه جل وعلا هو الجبار المتكبر القادر على كل شيء والقدير والقاهر بكل شيء والقهار ذو الكبرياء والجبروت، وأنه إذا أمهل لا يؤمن، فإن ذلك يبعده عن الظلم ويجعله من أبعد الناس عنه، فيثبت على دينه سبحانه وتعالى. والحاصل أن المعرفة بالله جل وعلا أصل عظيم، وما يمكن أن يفتر عنها الإنسان، لا يمكن لك أن تفتر وأن تكون في غنى عن التعرف بالله سبحانه وتعالى. إذا دخلك شيء من هذا فخطأ، فمنه أوتينا، ما يمكن أن نستغني عن الله جل وعلا، من الذي يمكن أن يستغني عن ربه؟ ليس طلبا ورجاء وعطاء فقط، بل معرفة أيضا. ولهذا قال جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أيقنت واستقر في نفسك أنك فقير إلى الله جل وعلا، كان ذلك من الأشياء العظيمة التي تحققها في توحيدك لله جل وعلا، وهو أنك تعرف أنك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك، وأنه هو الغني الغنى المطلق، وأنت الفقير إليه محتاج إليه. فإذا يلزمك أن تتعرف عليه، يلزمك أن تتعلق به وأن ترتبط به وأن تكون على اتصال به، وما ثمة اتصال أعظم من التوحيد.
وأن تسأل بتحقيقه بجميع أنواعه. وهذا الموضوع أو هذا السبب في نفسه لوحده فقط يحتاج بتفصيله جلسة، ولكن من باب الإشارة أشرت إليه فينبغي الاهتمام به وكثرة العناية به. ومن النكت الفقهية التي تدل على أهمية التوحيد ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في أن من السنن راتبة الفجر، وأنه يستحب أن يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. ومن السنن راتبة المغرب، ويستحب أن يقرأ فيها أيضا بالكافرون والإخلاص. بداية الحياة بالتوحيد، ونهايتها بالتوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيما دخل الجنة، والحديث صحيح رواه الحاكم وغيره وهو صحيح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فبداية الحياة بالتوحيد ونهايتها بالتوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: ويستحب في صلاة الفجر، في راتبة الفجر، أن تقرأ بالكافرون والإخلاص، وفي راتبة المغرب الكافرون والإخلاص. وراتبة الفجر، والفجر فيه بداية النهار أو بداية اليوم، والمغرب نهاية اليوم، فكأن فيه الإشارة إلى أن بداية يومك بالتوحيد، ونهاية يومك بالتوحيد، وحياتك كلها إنما هي بالتوحيد. وهذا لا شك ولا ريب أن فيه إشارة عظيمة إلى أهمية التوحيد. وإن كان أيضا في صلاة الفجر يستحب أن يقرأ بآيات أخرى، ويقول الله جل وعلا في سورة البقرة: قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه أيضا متضمنة للتوحيد. وفي الركعة الثانية يقرأ بقوله جل وعلا من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا أيضا في تحقيق التوحيد. فهذا من أعظم الأسباب التي ينبغي أن يحرص عليها العبد يثبت على دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. فلا يأمن العبد، لا يأمن العبد، من ذا الذي يأمن مكر الله جل وعلا؟ لا يأمنه إلا من لم يعرف المولى سبحانه وتعالى، ولا يعرف، لا يعلم أحد الخواتيم وهي بيد الله سبحانه وتعالى. فالأعمال بالخواتيم، ولكن كما قيل البدايات هي علامة النهايات، البدايات أمارات النهايات، فاجعل البداية سليمة والبداية صافية رزينة فإنها تكون علامة خير للنهاية إن شاء الله تبارك وتعالى. من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الدعاء، وهو أمر عظيم وعبادة عظيمة، فالدعاء هي العبادة، الدعاء هو العبادة، هو سلاح المؤمن، هو من أعظم العبادات كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فجعل الدعاء هو العبادة. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
الذي رواه أصحاب السنن من حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، أي أن الدعاء أصل عظيم في عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله الدعاء هو العبادة بيان لفضل الدعاء ولمنزلة الدعاء ولرفيع قدر الدعاء، بل الدعاء له قدر ومنزلة عظيمة في العقيدة الإسلامية، بل في توحيد الله جل وعلا، بل إن الدعاء له صلة وطيدة ورابطة وثيقة بأنواع التوحيد الثلاث، ألا وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ذلك أن من يعلم أن الله جل وعلا هو الرب القادر على كل شيء والمتصرف في كل شيء، فلا حركة ولا سكون في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الناحية بعلمه أن الله جل وعلا هو المتصرف المدبر لكل شيء، ففي دعائه من هذه الناحية يكون محققا لتوحيد الربوبية. ثم هو في دعائه، والدعاء فعل من أفعال العبد، إذا أخلص الله أخلصه لله جل وعلا وخص الله تبارك وتعالى به، فإنه يكون محققا لتوحيد الألوهية أيضا. ثم إن الداعي يتوجه إلى الله سبحانه ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو يكون من هذه الناحية في توسله بأسماء الله وصفاته محققا لتوحيد الأسماء والصفات. فشأن الدعاء عظيم وعظيم جدا، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى من استكبر عنه فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من يترك الدعاء أيضا بوعيد شديد، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه: من لم يسأل الله يرغب عليه. الذي لا يسأل ربه سبحانه فإن الله تبارك وتعالى يرغب عليه، والذي لا يسأل الله جل وعلا كأنه مستغني عن المولى سبحانه وتعالى، فمن لم يسأل الله يرغب عليه. فإذا من الأسباب المعينة على الثبات أن تدعو الله تبارك وتعالى، وما سبق ذكره يبين منزلة الدعاء. فدعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على دينه هذا سبب من أسباب الثبات، وقد جاءت الآيات تدل على ذلك، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تدل على ذلك. بل الدعاء على الثبات أو بالثبات صدر من الأنبياء وصدر من عباد الله العلماء الصلحاء، وصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق، فكيف لا يكون منا؟ فهذا يدل على أن من وسائل الثبات الدعاء. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء خليل الرحمن، ربنا جل وعلا يقول فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه شهادة لرب العالمين، إن إبراهيم كان أمة، هو وحده أمة عليه الصلاة والسلام، قانتا لله. والقنوت معناه معلم معاني كثيرة، أي أنه قائم بأمر الله، داعي لله، خاشع لله، متى
متمثل متذلل خاضع مقال لله سبحانه وتعالى حنيفا قد مال عن الضلال الى الهدى، مال الى الحق لا الى الباطل، مال الى الرشد لا الى الغي، مال الى التوحيد لا الى الشرك. ثم اكد ذلك فقال ولم يكن من المشركين. وقال جل وعلا واتخذ الله ابراهيم خليلا فهو خليل الرحمن. ومع ذلك مع هذه الخمس يقول عليه الصلاه والسلام وإذ قال كما في الآية وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خلصه الله من الشرك بجميع أنواعه، ومع ذلك يدعو الله جل وعلا أن يثبته على التوحيد وأن يجنبه الشرك. فدل هذا على أن من أسباب الثبات دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات. يقول جل وعلا في الآية الأخرى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، سؤال اختبار، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون دعاء بالثبات على دين الله جل وعلا، أي لا تأتيكم المنية إلا وأنتم كذلك، أي على الإسلام وعلى الثبات على الإسلام. وهذا كان دعاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في آية أخرى أيضا مبينا أن الدعاء بالثبات من شأن الصلحاء والعلماء، قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإن كان هذا الدعاء فيه الدعاء بالثبات في ساحة الورى فيستفاد منه أيضا العموم، وهو أن من أراد الثبات على الأمر وعلى الدين وعلى العبادة فليدعو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أتباع الأنبياء الذين قاتلوا معه حتى قتلوا، وكأي من نبي قاتل معه النبيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا ما قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أجاب الله دعاءهم ثبتهم على دينه وكان مآلهم الثبات وختم لهم بذلك. يقول الله جل وعلا أيضا في الآية الأخرى وهي ضمن الآيات العشر التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها ولم يتدبرها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه في صلاة الفجر فإذا به يبكي عليه الصلاة والسلام، فسأله بلال قال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها فلم يتدبر إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الآية وتوفنا مع الأبرار. دعاء بالثبات حتى الممات،
ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو يشرح ويفسر هذه الآيات يتضمن هذا الدعاء التوفيق، التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، بفعل الخير وترك الشر، والاستمرار عليه يتضمن الاستمرار على فعل الخير وترك الشر، والثبات إلى الأبد، والثبات إلى الأبد. فهذا يدل على أن من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى. أما السنة فثبتت الصحيح قوله في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أكثر دعائه بسجوده اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على قلبك. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن يثبت قلبه على الدين وأن يصرف قلبه إلى طاعته سبحانه وتعالى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر بالجنة وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن ذا الذي يحمل على نفسه؟ لا يحمل مكر الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الخاسرون، إلا من لم يعرف الله جل وعلا. إذا علمنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه بعض أهل السنن الحديث الصحيح إن القلوب أشد تقلبا من تقلب القدر إذا اشتد غليانا، القدر إذا اشتد في الغليان القلوب تتقلب أشد من ذلك التقلب. ولهذا تجد الإنسان على حال ثم على حال ثم على ثالث ثم رابع، اليوم مشرق وغدا مغرب والذي بعده على الشمال والذي بعده على طريقة أخرى وهكذا جرى وهكذا، وما أكثر هذا في شبابنا فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والقلوب أشد تقلبا من تقلب القدر إذا مال إذا اشتد غليانا. فهذا يدعونا إلى أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه تبارك. ولهذا كان من أفضل الدعاء كما جاء في الحديث لرواه الترمذي الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا أنا وافقت ليلة القدر فلماذا أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، ومن عوفي وأوتي العافية فقد أوتي خيرين من الآخر. من أوتي العافية في دينه وماله ونفسه وبدنه ما كان على خير ما يرى. فإذا الدعاء بالثبات أمر مهم وينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يهتم به وأن يكثر منه وأن يكون أكثر الدعاء وأن تدعو الله جل وعلا بها. بل كان صلى الله عليه وسلم يحلف بذلك فيقول لا والذي لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، لا ومصدق القلوب. فإذا كانت القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن فتعبد ربك جل وعلا بدعائك بهذه الصلة أن يثبت قلبك على دينه وأن يثبت قلبك على صراطه ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ثالث الأسباب فهو الإخلاص لله جل وعلا. وما أدراك ما الإخلاص؟ به النجاة والنجاح، به الفلاح، وهو من الأمور العظيمة لا شك أنه
لا بد من معه شرط آخر وهو الاتباع كما هو معلوم، ولكن الإخلاص أمره مهم جدا، فهو أصل الدين كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد، قل الله أعبد مخلصا له الدين. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص مهم، وحاصله هو تصفية العمل لله جل وعلا، وأن نريد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى. ويستوي عندك ذم الناس ومدحهم فيكونان سواء. ولا تلتفت إلى ذلك، ولا شك هذا بقيد معلوم كما يظهر هذا أهل العلم. فالذي يهمك هو أن تقوم بالعمل لله سبحانه وتعالى، ترجو منه جل وعلا الثواب والأجر، ولا تلتفت إلى مدح الناس أو ذم الناس. الذي يهمك أن تكون مرضيا لربك، أن تكون مرضيا لربك جل وعلا، وأن تكون على الحق، وأن تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى لا غير. فهذا هو الإخلاص، تصفية العمل لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: يخرج من بطونها من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشربين. خالص صافي، هو لبن أشد بياضا وأقوى حلاوة، يخرج من بين فرط ودم، بين فرط والدم، لكن هو لبن خالص من أي شيء من هذه الشوائب. فالعبادة والإخلاص أن تعمل العمل صافيا من أي شائبة من الشوائب التي تكدر، ومن شوائب التكدير أن تريد الثواب عليك من الناس والعطاء والأجر من الناس والمدح والثناء والذكر ونحو ذلك، تكون قاصدا لهذا. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا يستوي الإخلاص وحب المدح. وهذا أمر عظيم، فمن ذا الذي يجد منه لا تجاهل، وفي ذلك من يتنافس من ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين. فأمر الإخلاص عظيم، وشأنه عند الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عظيم، فضله عظيم، فهو شرط قبول العمل. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة الله جل وعلا أحدا، إذا عمل يعمل عمل خالص لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لي لم يشرك. وفي رواية: تركته يوم القيامة وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والذمعة والتمكين في الأرض، وأن من عمل عملا من عمل أخرى من عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من شيء. فالإخلاص ليس أمرا هينا، بل هو أمر عظيم ينبغي الاهتمام به، وهو كما ذكر شرط أو سبب من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله جل وعلا وفقه الله سبحانه وتعالى ليثبت على دينه. ولعل من الأدلة على ذلك، والوقت قضى ونختصر ونوجز في هذا، ما ذكره سبحانه وتعالى في سورة وفي قصة يوسف. تعرض يوسف عليه الصلاة والسلام لفتنة عظيمة ومحنة جسيمة، ابتلاء عظيم ما بعده ابتلاء، ابتلاء عظيم جدا. فهو شاب وسيم جميل بليغ
بعيد عن تهمتي أو أن يتهم. ثم بعد ذلك تدعوه امرأة العزيز التي بالغت في الجمال ما بلغت، وتدعوه وهي مقبلة غير مدبرة راضية بذلك، ويسرت له جميع الأسباب وغلقت الأبواب وقالت هيك. ولكنه عليه الصلاة والسلام فر وثبت على الأمر كما قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بها لا يعني أنه مال إليها، لا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على حد قول ربنا جل وعلا في أمه في شأن أمه موسى عليه الصلاة والسلام: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فالله جل وعلا ربط على قلبها فما أبدت بابنها وما أظهرت ما يدل على أنه ابنها. كذلك يوسف: ولقد همت بوام بها لولا أن رأى برهان ربه، لكن رأى البرهان فلم يهم بها عليه الصلاة والسلام. وهذا البرهان شيء أراه الله جل وعلا إياه، ما هو لا نعلم فيما ينقل شيء يصح إلا أنه برهان يعني يسره الله جل وعلا له فترك الهم بها لولا أرضها وأرضها من ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة سبعية: إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين بالفتح جمع مخلص، والمخلص اسم مفعول من أخلص يخلص فهو مخلص، أي أن الله أخلصه صفاه واختاره واصطفاه. وفي قراءة: من المخلصين جمع مخلص وهي اسم فاعل من أخلص، أي أنه سبحانه وتعالى جعله من العباد المخلصين لله جل وعلا. فإذا ما سبب النجاة؟ ما سبب الثبات ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ سببه أنه كان في عمله مخلصا لله تبارك وتعالى، وقد خلصه الله من جميع الشرائع، فكان ذلك من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن نهتم به، ينبغي للشباب أن يعلوه، ينبغي لنا أن نعي هذا الأمر، وهو أن تكون مخلصا في عملك لله جل وعلا. أما إذا كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل مخفية سرا فيما بينه وبين الله فيصبح يتحدث الناس بذلك، قال: ذلك من عاجل بشرى المؤمن، لك أمر ليس له فيه شيء. فهو عمل العمل خالصا لوجه الله، وبعد ظهر وتحدث ومدحه الناس وتحدثوا به، لكن لا عمل له بها، بل هذا من القبول الذي يضعه الله سبحانه وتعالى لعبده. ومن أسباب الثبات على دين العمل الصالح والقبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، القبول لهذا الدين. قال الله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما فتفصل الآيات لقوم يذكرون. فالذي يشرح صدره للإسلام ويتسع وينفسح له ويستنير بنور الإيمان ويحيا بضوء اليقين وتطمئن نفسه ويحب هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتطاوعه نفسه على فعل الخير، بل ويتلذذ بفعل الخير ولا يستفتر ذلك، فهذا من علامات هداية الله سبحانه وتعالى لهذا العبد وتوفيقه له وتوفيقه لأحسن طريق لطريق ولأقوم طريق أيضا. فينبغي للعبد أن يكون مقبلا وقابلا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين،
لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، فذلك أرجى ومن الأسباب التي تثبته على دين الله سبحانه وتعالى، يقبل ذلك ويقبل عليه بالامتثال والفعل والعمل. قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى.